تمرينة الفريق النهارده. زميلنا كريم احمد موجود في نادي الاهلي في الجزيره وتابع يعني جزء من تمرينة النادي النهارده، تمرينة الفريق، ويقدر ينقل لنا اخبار استعدادات الاهلي طبعا لمواجهه ايسترن كومباني. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك الزميل العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه وتحياتي ايضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني كل مباراه النهارده بنبص عليها مش بس عشان تحقيق المكسب، لكن كمان عشان الناس تطمن انه الجهاز الفني ابتدى يكون ليه بصمه، اللعيبه ابتدت على الاقل اللي موجوده في الملعب النهارده سواء اللي كانوا بعيدين عن الصوره او الشباب الصغير اللي اتصعد وهيكمل معانا بقيه المشوار لنهايه الموسم ابتدوا يستغلوا الفرصه. ويعني الى حد ما كنت بتكلم قبل ما تدخل معانا على الهواء على طول انه في حاجات كتير ايجابيه ممكن تكون حاصله، يمكن تكون مش هي اللي بترضي طموح الجماهير بشكل كامل، لكن خلينا نقول خلينا ناخد او نبني خطوه بخطوه. ماتش ايسترن كومباني واستعدادات النادي الاهلي ليه، كلام على رجوع بعض الوجوه، هل ممكن يكون في امكانيه لمشاركه حد زي احمد عبد القادر، حد زي كوكا، لانه على حدود معلوماتي برضو ان هم جاهزين للمشاركه في التمرين بشكل كامل، نعرف منك التفاصيل. بالتاكيد طبعا زميلي احمد، انت عارف يعني نقدر نقول المباراه الماضيه كانت مباراه غايه في الصعوبه، مباراه الكاس فيها هذه الامور، يعني يمكن احنا الحمد لله ان احنا تخطينا هذه المباراه رغم كل الظروف اللي كانت طبعا محيطه بسيناريو المباراه، يمكن يعني ظروف كثيره جدا طبعا في هذه المباراه، لكن خلاص كالعاده نادي الاهلي بيقفل الصفحه برغبه جديده بدوافع كبيره جدا في بطوله الدوري العام، لان احنا بنطالب اللاعبين طبعا شباب النادي الاهلي بالاستمراريه على الاداء المميز الحقيقه اللي شفناه في المباراتين، طبعا مباراه الاتحاد ومباراه المصري، يعني ادائهم كان مميز جدا بسكور بنتيجه، شفنا الحماس والشخصيه، بنتمنى الاستمرار في هذا الامر. لكن برضو زميلي احمد يعني الضغط كبير جدا، ويمكن انت ذكرت الكابتن علاء عبد العال واحد من اميز الحقيقه المدربين اللي عامل اداء مميز جدا في الاسابيع الاخيره، بيتكتل دفاعيا بشكل كبير، بيغلق مساحات، بيلعب على الهجمات المرتده، فبيتطلب منك كجهاز فني مجهود اكبر، ازاي تقدر تحل الثغرات، علاج الاخطاء وبناء فكر، وان انت تحفظ جمل في ظل ضغط كبير جدا 24 ساعه النهارده ريكفري. يعني اقدر اقول لك النهارده التدريب كل اللعيبه اللي شاركت كالعاده طبعا بتعمل ريكفري كالعاده في طبعا داخل كل الغرف طبعا داخل النادي الاهلي، المجموعه اللي متواجده بتحاول ان هي مستر كارلوس سواريش بعض الامور الخاصه بيه الكوره، بعض التمركزات الراجل بيحاول يحفظ بعض الجمل، لكن في نفس الوقت انت محتاج ان انت تشتغل مع المجموعه اللي اخطات في المباراه الاخيره اللي تمركزت في المباراه الاخيره، فيمكن في صعوبه شويه، لكن رهننا كالعاده على كل اللاعبين اللي يكون متواجد مكان مش مكان ومركز من مركزه، لابد ان انت تبذل كل ما عندك من قوه وتبين لجمهور النادي الاهلي ان في روح واصرار وشخصيه، لكن توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى والنتيجه بتترك في النهايه. فمباراه ايسترن كومباني مباراه مهمه، مباراه صعبه، محتاجه مجهود كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي، تدريب النهارده يمكن اقدر اقول لك مستمر حتى هذه اللحظه، التدريب يمكن مش هيعدي طبعا 60 دقيقه لان انت عارف طبعا المجهود الكبير في المباراه الماضيه، النهارده تدريب، بكره يكون تدريب رئيسي. المؤشرات الايجابيه اللي احنا بنقول عليها ان احنا شفنا الحقيقه كوكا عبد القادر بيأدوا اداء مميز جدا في التدريبات اللي كانت قبل المباراه، في تدريب ايضا كمان النهارده اكرم الحقيقه كمان يعني دوره مهم جدا، لكن في تأني كبير، اتكلمنا على اكرم توفيق، في تأني كبير جدا على اكرم توفيق بالدفع بيه، الراجل عايز متعطش بشكل كبير، عايز يساند النادي الاهلي في هذه المرحله بقيمته الكبيره وبشخصيته وبروحه الكبيره اكرم توفيق، لكن يعني من الواضح ان اكرم ممكن ياخد اخر مباراه في بطوله الدوري العام او اخر جزء من مباراه في بطوله الدوري العام للاطمئنان عليه، لان القادم يكون بالنسبه له مفيد جدا، لكن بنتمنى ان شاء الله مع نهايه المران كوكا وعبد القادر يأدوا تدريب قوي، بكره كمان يظهروا بشكل جيد على امل ان شاء الله يكونوا في قائمه مباراه الاهلي وايستر كامباني اللي يكون ان شاء الله يوم الاربعاء في الجوله 31 على استاد المقاولون العرب. الامور طيبه لكن بنلتمس العذر لكل اللعيبه الحقيقه في الضغط الكبير جدا، وبنطالبهم في نفس الوقت زي ما الجمهور بيطالب بالاداء الكبير وبالاستمراريه، لان هو ده مستقبل النادي الاهلي، محتاجين ان احنا نشوف اللعيبه دي نطمن بيها الجمهور، وفي نفس الوقت الكل يكون مطمن ان احنا عندنا لعيب واثنين وثلاثه في قطاع الناشئين نقدر نطلع منه عدد كبير. حيينا الحقيقه كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين على مجهوده الكبير الفترة الماضية والتواصل المستمر مع كل اللعيبة، لأن كابتن خالد بيبو يمكن واحد من القامات الكبيرة جدا وعارف قيمة النادي الأهلي وشخصيته وإزاي يقدر يحفز كل اللاعبين المتواجدة، فيا رب إن شاء الله يوفق شباب النادي الأهلي في كل المباريات القادمة وتكون انطلاقة جديدة في استعادة الانتصارات في مباراة إيسترن كومباني القادمة. إن شاء الله بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم أحمد، دي كانت أخبار تمرينة النادي الأهلي النهاردة، والحقيقة أنا بشوف